أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا غير، لا يطلب من الميت شيء، لا النبي ولا غير. وما كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه الاستغفار، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما يمنع، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو علموا من الرسول أن هذا جائز لفعلوه، وكونهم تركوه يدل على أنهم علموا من الرسول أنه لا يجوز ولا يفعل. نعم.